سيدات سلة الأهلي التألق والانتصارات وحصد البطولات. فبعد مواجهات قوية طوال الموسم نجح الفريق في تحقيق لقب دوري المرتبط للموسم 2020-2021 بعد تغلبه على سبورتينج في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة. ونجح فريق ناشئات السلة تحت 16 سنة بالنادي في حسم لقب بطولة دوري المرتبط بعد الفوز على فريق سبورتينج بنتيجة 67-32 في إياب نهائي دوري المرتبط بعد أداء قوي، وسيطر على مجريات اللعب من البداية حتى النهاية، حيث تقدم في الفترة الأولى بنتيجة 12-8، وواصل الفريق تقدمه لينهي الفترة الثانية بنتيجة 37-20 قبل أن ينجح في إنهاء الفترة الثالثة بنتيجة 56-28، وواصل تقدمه لينهي المباراة بعد ذلك بنتيجة 67-32. وكان فريق ناشئات سلة الأهلي قد فاز في مواجهة الذهاب ب 77-60، بينما حقق الفريق الأول الفوز ذهابا بنتيجة 84-73 ليحسم فريق سيدات السلة لقب البطولة قبل مواجهة سبورتينج، لتتربع سيدات سلة الأهلي على عرش الدوري لهذا الموسم ويكون خير ختام لعام 2020. كان في حد كده زمان بيقول السيدات والأنسات ما لهمش في الرياضة، فاكرين انتوا حاجة زي كده؟ على كل حال الثقافة دي خلاص ولت زي ما بيقولوا. احنا بنتكلم دلوقتي في عصر فعلا المرأة او الفتاة قدرت فيه ان هي تثبت نفسها وتكون بطلة كمان عالمية. بنتكلم هنا بقى عن بطلتين من بطلات السلة بس في النادي الاهلي موجودين بالدوري، واللي قدموا نجاحات كبيرة جدا وشرفونا حقيقي. وضيفة منهم كانت معانا هنا في اول الحلقة خالص اول البرنامج، وقلت لها وشنا هيبقى حلو عليكي، وفعلا دلوقتي جت وقالت لنا وشكم فعلا كان حلو علي. ثريا محمد وجنى مصطفى، يا صباح الخير عليك. صباح النور. الكلام ده صح يا ثريا ولا انا بقول اي كلام؟ لا لا مظبوط، وشكو حلو فعلا، وقدرنا ان احنا ناخد اول بطوله اهو في الموسم، وان شاء الله يعني وشكو يفضل حلو ونكمل بقيه البطولات. برافو عليكم. وفكره هنا نجاح يعني سيدات السله مش بس بيفرحنا، لان طبعا انتوا بتنتموا للنادي الاهلي كمان، ان احنا بنتكلم عن سيدات قدروا ان هم يحققوا بطولات، لان البعض كان بيشكك وعنده لسه هذه الثقافه ان لا البنات مش هيعرفوا ينجحوا، البنات اخرهم يلعبوا كده على خفيف، ما فيش مستوى بطولات. الكلام ده اكيد كنا بنسمعه زمان في الملعب. بالظبط. لكن تعالى بقى شوف ايه زي ما جانا، تعالى اتفرج علينا في الملعب. خليني بقى اعرف منك فعلا يا جانا بدايه كده التحديات اللي كانت في الاول، وبعدين نخش على التحديات الموسم الحالي. التحديات اللي كانت في الاول عموما يعني احنا بعد الكورونا الدنيا ابتدت عندنا شويه تتبهدل طبعا، ففضلنا برضو يعني ستيل ان تاتش، بنشتغل في البيت، بنشتغل زوم مع الكوتش على طول، بنعمل حاجات نقدر نعملها في البيت وكده، لحد ما نزلنا بقى بعد الكورونا. اول ما نزلنا ضرب نار. الانطلاقه دي بقى اللي مش كانت بس يعني في السله ولا في كره القدم، لا ده على جميع مستوى الرياضات المختلفه. كنا كلنا بنتمرن في نفس ايه السر؟ روح. بالظبط، ان احنا فعلا كنا عايزين، ان قعدنا كتير قوي فتره توقف، قعدنا بتاع 5 شهور مثلا، فدي كانت فتره كبيره قوي ما كانش حد بيقعد الفتره دي كلها، فان احنا عايزين نرجع على طول علشان نرجع كويسين بسرعه، نرجع فورم على طول. ده هو يمكن كان الحافز عندنا ان احنا عايزين نرجع فورمه بسرعه، نكسب بقى، نرجع نكسب يعني، وحشنا المكسب. كان في بطولات كتيره ورا بعض، فكان لازم ان احنا ما فيش وقت خالص هنقف فيه تاني، فهو الوقت ده اللي لازم نكسب فيه كل حاجه. لحد ما فعلا اول بطوله رجعناها كانت بطوله المنطقه كسبناها، بعد كده المرتبط اهو كسبناه، فكان لازم كل حاجه، وكاس عندنا يوم السبت الجاي، فكل حاجه ما فيش فتره توقف خالص غير يومين ثلاثه ما بين كل بطوله وبطوله. كويس جدا. ويمكن انتوا الاثنين تحديدا بتكلم عن جنه وثريا من برضو اللاعبات المعروفين عنكم الاداء القوي، يعني برضو الاداء القوي ده اكيد بيسبقه تمرين، بيسبقه كمان تاهيل نفسي. عايز اعرف برضو منكم ازاي يعني، يمكن انا وسرايا برضو مختلفين، بيبقى عندنا دايما سبيريت في الملعب ان عايزين نعمل اكتر، عايزين ندي اكتر، عايزين ننبسط، ننبسط كمان لعب ومكسب، عايزين نفرح الجمهور. يعني يمكن انا وهي عندنا الحته دي قوي، ان احنا على طول عايزين نفرح الجمهور ونعمل كل حاجه يعني، فبتبان علينا ان احنا عايزين نبسط الناس، عايزين نوريهم ان احنا اللي هم مستنيينه هيلاقوه يعني. حلو جدا. بس ده اكيد
معاه في جهد وفي حاجات بتيجي على حساب حاجات تانية برضو. خلينا نخش في الجزئية دي، أنا عايزة أو حابة الناس تسمعها منكم. أكيد طبعا في حاجات كتيرة قوي بنيجي عليها علشان خاطر التمارين والماتشات، بنيجي على شغلنا، بنيجي على الجامعة، بنيجي على كل حد وراحة. أنتوا بقى مين بيدرس ومين اتخرج؟ أنا بشتغل وجنة في الجامعة. أنت طبعا أول ما روحتي قالوا لك مين اللي جاية لنا من بره دي؟ أنا متأكدة إن أنت في التقرير قال من أول ما شفته قلت إيه ده، هو دي مين؟ وبعدين اكتشفت ان هي جنه. بيفتكروا ان انا محترفه لان دايما يعني احنا السنه اللي فاتت كمان كان معانا محترفين شويه هم لايت سكين، فكانوا بيفتكروا ان انا لا يا جماعه محترفه اهي. طب انت بداتي الباسكت امتى؟ بدات وانا عندي 7 سنين في النادي، يعني 7 سنين في حياتي بلعب في النادي الاهلي من وانا صغيره. بس ورايا 8 سنين بس انا كنت في نادي الصيد. انا لسه اتنقلت للاهلي من 3 سنين بالظبط، موسم 2018 كان اول موسم ليا مع الاهلي، فانا بادئه من كتير قوي بس في الصيد يعني. طب نتكلم بقى عن ده. نتكلم عن الجميل ده اللي معانا. يعني زي ما حضراتكم شايفينه طبعا حاجه تشرف جدا، واحنا كنا حريصين ان حضراتكم كمان تشوفوه. عشان نوصل لده اكيد تعبنا كتير جدا واتمرنا كتير جدا زي ما احنا بنتكلم. الفتره دي بقى انا عايزه اخش الناس تعرف كواليسها، والمدربين كان دورهم ايه معاكم برضو؟ يعني يعتبر دي فيرست ستيب كده كده، يعني دي حاجه عادية بالنسبة لنا، وبعدين ده 7 مرة على التوالي، فاحنا كنا محافظين على اللقب الحمد لله. فدي حاجة محافظة على اللقب ونحافظ يعني على اللقب. احنا بنقولها 7 مرة على التوالي، بس هي حاجة مش سهلة اطلاقا. والله حاجة صعبة جدا، يعني انا حضرت السبعة فهي صعبة. يعني من دي 1 من أول مرة خدناها لحد دلوقتي هي طبعا حاجة مش سهلة، بس عشان كمان نحافظ على اللقب. بس يمكن بالنسبة لنا برضو في النادي الأهلي يعني ما فيش كفاية. يعني عدى، يعني هو خلاص اول امبارح الموضوع خلص، بنبص للي جاي هنكسب. ده على مستوى كل الرياضات، احنا ما خدنا 9 قال لك تاني يوم يلا ال10 هي دي روح جماهير النادي الاهلي. احنا فعلا لعيبه جماهير ولعيبه، يعني ده بيوصل للعيبه كمان. يعني يعتبر ان احنا دلوقتي بنفكر في اللي جاي، عندنا الكاس الاسبوع الجاي والسبت الجاي، وبعديها عندنا دوري السوبر بقى هيبتدي بعديها على طول، فمش هنقف خالص. فخلاص مرتبط بطوله وعدت، قاعد بنفكر بقى في اللي جاي، يلا اللي جاي عشان نجيب كل حاجه. هنا فكره انت تحديدا بقى يا جنى، لان في دراسه ويعني هتنسقيها ازاي برضه؟ والله يعني هو انا ناقص لي شهر واتخرج، عندي جراد السمستر ده، بس يمكن الجامعه مساعداني شويه، بس طبعا بقى يعني طالع عيني. بس طبعا انت كليه ايه بقى؟ كليه صعبه بقى؟ اعلام اكاديميه. لا ده انت بقى هنا معانا زميله تخلصي طلعي التمرين اجي لكم على طول. عايز تشتغلي في المجال الاعلام اصلا مع التدريب او يعني مع يعني كنت حابه ده، يعني حابه ان انا ابقى في اشتغل في حاجه يعني ليها علاقه بالميديا وفي السبورتس كمان بالذات. برافو عليكي ثريا، انت اوريدي بتشتغل. بشتغل مدير امن البنك. المدير لا، هو المدير لسه ما طردكيش. لا لسه هيبقى شايفني قريب يعني. الحمد لله هي على طول ماشيه بدري. انت بارت تايم ولا فول تايم؟ فول تايم. فول تايم يعني بتخلصي 5 وبعدين تروحي تيجي بقى شايله الشنطه وجايه جاي نفس لبس الشغل واروح اغير هناك. بس خلاص بقى النادي يعني حفظه. انا اول لما اتخرجت رحت للاهلي، يعني هو حظي يمكن كان مش حلو قوي في الموضوع ده، ان انا اتخرجت في 2017. مش حلو ليه بس يا سراي؟ في حوار الشغل يعني. ان هو كان اول لما ابتديت شغل كان هو كانت مسؤوليه كبيره، والنادي الاهلي برضو حاجه تانية غير نادي الصيد في موضوع الشغل. يعني مش يعني فلكسبل طبعا وكل حاجه، بس بتتعب قوي يعني. بس بالنسبه لي مجهود، ومطلوب مني على طول ان احنا لازم نبقى في المركز الاول، وان هي تأدي كل حاجه طبعا. الصيد كان الموضوع مختلف اكتر لان هو نادي اجتماعي اكتر، فكان بيبقى مثلا مطلوب مني ان لو جبنا ميداليه ده يعتبر حاجه كويسه. بس في النادي الاهلي الثاني ما يعتبرش، يعني يعتبر صح. عادي ان انا اكني ما دخلتش البطوله، هو يا اول يا ما فيش حاجه. وده دي المسج او دايما ده اللي بيتقال لكم من المدربين، احنا داخلين مش داخلين نفوز وخلاص، احنا داخلين مركز ثاني يعني خساره بالنسبه للنادي الاهلي. هو مركز اول لا اما خلاص من واحنا صغيرين. برافو. لا بجد وده الصح. طيب هروح معاكم بقى للجزئيه اللي انا اتكلمت فيها في بدايه الحلقه، لان انا عايزه منكم من خلالكم نوصل رسائل للبنات او الناشئات الصغيرين في اي رياضه كانت. يعني اكيد بنسمع من واحنا صغيرين شويه بيبقى في فئه بتقول لك عدم الثقه في الفتيات ان هم يقدروا يكونوا بطلات رياضيات، لو هنتكلم في اي يعني رياضه. ازاي انتوا كنتوا بتاخدوا او بتستقبلوا الكلام ده وبتقولوا لا على فكره احنا الكلام ده هنثبت عكسه على ارض الواقع؟ يعني يمكن احنا عشان برضو اهالينا خلتنا نلعب رياضه من واحنا صغيرين،
فده ادانا على طول مرمين في النادي، يعني احنا 24 ساعه قاعدين في النادي بنلعب بقى كلنا نفس المينتاليتي، فكلنا بقى بنلعب ولاد وبنات وكلنا بقى مفيش فرق، فما كانش عندنا الحته دي بنشوفها بره، نشوفها مثلا في المدرسه او في الجامعه، ايه ده انت بتلعبي رياضه؟ هي في بنات ايه ده في النادي الاي كده يعني يا جماعه ده عالم تاني، ده عالم تاني. ويبتدوا بقى ما يشوفوكي بتلعبي ايه ده انت بتتحولي انت بتضربي الناس انت مش عارفه ايه واحده تانية غير أيوة. تبقي بنت عاديه، وفي نفس الوقت برضو انا بشوف انه المدرب كمان بيكون عليه يعني دور كبير في ان هو يسيب ثقه في الناس بالزبط. يسيب ثقه في اللعيبه، لو اداكي في وقت في الماتش دور مهم هتحس ان انت اكتسبتي ثقه من وانت صغيره، وانت عارفه ان انت بيعتمد عليكي في الوقت ده، حتى في الاوقات الكريتيكال بتبقى معاكي الكوره، كل ده ثقه لحد من لما اكبر بيحصل نفس الحاجه، في كل ده بيعتبر ثقه. نزلت في وقت انا ما بنزلش خالص كتير. نزلت في وقت مهم أيوة. في الملعب صح. ده يعتبر ثقه، انا عارفه دوري وعارفه انا بعمل ايه، فهنزل في اي وقت في الملعب انا عارفه ان انا عندي دوري وربنا هيكرمني. وبعدين يعني طول ما احنا بنتعب يعني بنعمل كل حاجه صح، بنيجي بنلتزم في اي حاجه حتى لو بسيطه، في مواعيدنا في تمريننا، حتى لو التمرين هزار نلتزم فيه بهزار، ربنا يعني ما بيضيعش تعب حد وبجد بيكرمنا، يعني ده مش من فراغ وده مش من فراغ زي ما جانا قالت كده. هنروح فاصل بقى سريع وهنرجع نكمل حوارنا مع جانا وتراي. ألف مبروك للنادي الأهلي، والكأس يتم اختطافه. كوانيكا داخل وخارج الملعب، مبروك لجنة. سوريا دغيدي لاعبة المنتقلة بقالها سنتين من نادي كان ليها دور مهم جدا في المباراة الأولى، وادي دينا عمرو حبيبة غناها في كل الأحوال. لو حضراتكم كنتوا تسمعوا بس واحنا بنتفرج على التقرير ده، كانوا يعني سوريا قالت الله على اللعب اللي بتلعبه، الله يا بنتي بتسقف لنفسها هايله هايله بتشجع نفسي. لا الثقه مطلوبه طبعا يا سوريا اكيد، وجزء من نجاح اي لاعب. ايه تاني؟ او طبعا زي ما بنقول يعني اكيد اي مدرب هو اللي بيدي الثقه برده للعيبه، غير حتى لو هو عنده باي ديفولت يعني او هو شخصيته مثلا فيها ثقه، ازاي بقى او ايه الكلام برضو اللي كان دايما حريص الكابتن ان هو يقوله لكم قبل اي فريق حتى بتنافسوه، حتى لو قوي حتى لو بطولاته اعلى مثلا في موسم معين؟ والله هو اكيد بيبقى فيه يعني اغلب الوقت كل الفرق طبعا ليها احترامها، وكل الفرق بيبقى تعتبر بيلعبوا معانا ماتش فاينل، بس خصوصا سبورتنج يعني من ساعه ما جيت الاهلي وكان على طول الفاينل بيبقى اهلي وسبورتنج، اهلي وجزيره مره في سنه، بس يعني احنا عارفين ان ماتش سبورتنج ده حاجه تانية بتبقى غير اي ماتش، ليه حسابات تانية، الكابتن بيبقى مركز معانا اكتر ان احنا الماتش ده مش يعني مش بس عايزين ان احنا نبقى نازلين عاملين اداء كويس، لا احنا عايزين ان احنا نكسب فوز بفرق كمان يعني كبير. حتى كمان هو احنا في الماتشات اللي فاتت دي ما كانش احسن اداء عندنا، بس الحمد لله كسبنا، يعني خصوصا بعد توتر المسحه وتوتر اللي احنا نايمين اليوم ده متاخر، عملنا المسحه الساعه 3 بالليل وهاجر طلعوها وهي بتسخن، وفي واحده في سبورتنج طلعت في التسخين قالوا ان هي عندها وهي بتسخن في التسخين قالوا ان هي بوزيتيف، واحنا بقى واقفين بنتفرج بقى احنا واقفين. فاكيد ماتش سبورتنج كان بالنسبه لنا صعب، واكيد الكابتن قبلها بيعمل معانا اجتماع يا جماعه ما حدش فيكم مسؤول خالص عن الخساره، المكسب هيقولوا البنات هي اللي كسبت الخساره، المدرب هو اللي بيشيلها من الاخر، بس لا احنا كنا من الاول عايزين ان احنا نكسب ومش عايزين اي حد يشيلها، اي حد في الماتش هيبقى وحش كلنا هنشيله، فدي يمكن الثقه اللي احنا كلنا بناخدها من بعض ومتعود يعني يعتبر احنا بنساعد بعض في دي، يعني يعتبر احنا بندي يعني حتى لو لقينا حد داي اوف بنروح ونقول له لا 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 العب احنا عارفين انك هتيجي واثقين فيك واثقين في لعبك، يعني حتى لو لعبت بعض يعني معنى اصح دي حقيقه. برافو عليكم. لا وانا يعني مش اي حد كان بيتابع الماتشات يعني شايف الاداء برضو عامل ازاي، يعني برافو عليكم انتوا بتلعبوا بجد بمستوى احترافي كبير جدا، انا اللي ما اعتقدش انتوا تقلوا اي حاجه عن سله رجال، يعني يمكن ده باي ديفولت الجسم، بس لا احنا كاسبين 7 مرات ورا بعض احسن يعني سوري يعني والسنه اللي مش اقل ده احنا ما نتقارنش سوري مفيش كومباريزن صحيح. هم يمكن طبعا فازوا امبارح فوز رائع، كانت برضه بجد مبسوطين قوي ان هم كسبوا، بس كانت فعلا بعد فتره غياب، بس كانوا ادائهم اكتر من رائع، ويمكن كان عندهم لسه كنا بنقول الموضوع ده ان كان عندهم اصابات يعني كبيره، ايهاب امين وعمرو الجندي نازلين على الماتش وهم كانوا يعني لسه خافين وهم لعبوا بجد، يعني هي دي روح النادي الاهلي صح. لا دي كلمه مظبوطه جدا. عايزه اروح بقى معاكم فكره برده هنا
النظر للعالم، يعني بتتابعوا ماتشات عالميه، بتشوفوا طبعا الستايل المختلف في دول مختلفه، امريكا يمكن من الدول يعني متقدمه جدا في الرياضه دي، فازاي برضو بتطوروا من نفسكم؟ يعني يمكن احنا لما بنروح نلعب منتخبات وكده بنقدر نبص بنقدر نلعب بنحتك مع ناس تانية، يعني مثلا احنا منتخبات افريقيه كان معانا محترفه كانت بتلعب قدامنا في افريقيا انجولا وبنجيب ناس من امريكا فبنقدر يعني نشوف لعبهم ونقرب منهم، يعني بنحاول نماكس كده الدنيا عشان نقدر وحتى مستوانا يزيد. المنتخبات اللي هي السنغال او كاميرون او كده اللعيبه بتاعتها نفسها اصلا بالظبط مش بيكونوا بيلعبوا في بلادهم، بيبقوا محترفين في اوروبا وكده بالظبط، فبنشوف ليفل تاني، بنشوف محترفين، بنشوف سن اكبر مننا بكتير، احنا نعتبر في المنتخب صغيرين يعني احنا السنه اللي فاتت كنا مصنفين اصغر فرقة اصغر منتخب، مع ان احنا عادي يعني يعني في ناس في اواخر العشرينات بس لا احنا يعني احسن لعيبه في افريقيا مثلا كان عندها 37 38 فعادي اللعب يعني بره في الليفل وفي السن ده عادي، والاحتراف برضو موجود في السن ده مفيش حاجه موقفاهم خالص. كويس جدا. طب وانتوا عندكم برضو فكره ايه الفرق ما بين مثلا الستايل بتاعنا هنا وبره، ايه اللي بيختلف يعني عن بره، ايه اللي بيميزنا؟ يعني يعتبر برضو احنا صغيرين رحنا كاس عالم فبرضو قدرنا نشوف الحاجات دي، فدي برضو كانت بتخلينا نشوف شويه ستايل بره. طبعا بنلعب في ليفل تاني خالص احنا بالنسبه لهم احنا طلعنا 16 عادي جدا بس بنشوف الليفل تاني، بنشوف باسكت تاني، منتاليتي تانية في الباسكت. بس في افريقيا الموضوع اعتقد بيبقى مختلف. انا رحت افريقيا منتخب درجه اولى 5 مرات بس كل مره بصراحه كنت بروحها كنت بشوف ناس مختلفه عن تانية. احنا خلاص بقينا عارفين بعض بالظبط، المستوى بقى تاني خالص، بس انا بشوف ان احنا في منتخب مصر يعني بيفرق كتير عن الافارقه، ان احنا موهوبين اكتر، ان يمكن هم عندهم قوه بدنيه اكتر كمان. بس احنا يعني احنا بنفكر هم مش بيفكروا بس هم احسن يعني لا بس احنا كفنيا احسن، هم موهوبين بدنيا يعني هم بدنيا بجد اقوياء جدا عشان كده يمكن احنا لو لعبنا ماتش دي حاجه راجعه للتكوين الجسدي اللي ربنا بقى بيبقى لو لعبنا ماتش الثاني الثالث ورا بعض لا احنا بنتعب افارقه لا عادي يمكن ده هو ده اللي بيخلينا نخسر في الثواني الاخيره ان احنا رائع جدا. طيب هو الوقت خلص، بصوا بقى اللي هي عملته، بصوا بقى اللي هي عملته. طب على فكره بقى هم جايبين اثنين ميت سمكة مرميد صح؟ مرميد بس حلوة ايوه حلوة. هابي نيو يير هابي نيو يير عليكم ويا رب مزيد من التألق، ولو في أي حاجة عايزين توجهوها لجمهور الأهلي قبل ما نختم لأن دي كمان آخر حلقة عندنا السنة دي كمان. إن شاء الله بقى هنقابلهم أول يعني أول حلقة تبقى يوم الأحد بإذن الله. طبعا بنقول للجمهور إن احنا إن شاء الله هنبسطهم السنة دي زي السنة اللي فاتت، بوعدهم بكل البطولات إن شاء الله، مش هنقصر في ولا ماتش، هنلعب جامد جدا، هنلعب يعني احنا مقدرين قوي التيشيرت اللي احنا لابسينها وعارفينها، فهنعمل كل حاجه عشان هم ينبسطوا لان دي اهم حاجه عندنا. حلو جدا. انا كمان برضو عايزه يعني البطوله اللي فاتت دي للجمهور والثلاث بطولات الجايين ان شاء الله برضو للجمهور، هنعمل اقصى حاجه عندنا وهنعمل كل حاجه يعني المفروض ان احنا نعملها ونقدر ان احنا نفرح الجمهور بالثلاث بطولات ويعني ومجهودنا كمان هو اللي هيخلينا ناخد اول في كل البطولات اللي جايه باذن الله. صراحه حاسه ان هي العقله الوحيده اللي فينا. ايوه ربنا يكملنا بعقلنا. نورتوني، شكرا لكم جدا، كل التوفيق.